نورتونا لما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضمن حلقة جديدة من برنامجكم المشهد. طبعا لا يوجد خلاف حول أهمية الزكاة كركن من أركان الإسلام يرسي فلسفة التكافل الاجتماعي ويكرس معنى الشراكة الإنسانية. ظهرت في العقود المنصرمة أو اكتشفت طريقة لجمع وتوزيع أموال الزكاة بحيث تمثل إسهاما في الحد من الفقر ومحاربة البطالة وما إلى ذلك، وذلك طبعا بمؤسسة ما يسمى بالزكاة. دول إسلامية عديدة خاضت تلك التجربة. موريتانيا أيضا من خلال وزارة الشؤون الإسلامية دعت وتعمل على تقنين مؤسسة لجمع وتسيير أموال الزكاة، يعني تجارب تمت وتجربة تلوح في الأفق. هذا ما سنبحثه هذا المساء إن شاء الله مع الدكتور محمد المحمد غلام المتخصص في الاقتصاد الإسلامي. أهلا بكم جميعا إلى وقائع المشهد. أهلا بك دكتور. مرحبا. يعطيكم العافية. الله يحفظك. طبعا بات الحديث عن مؤسسات الزكاة ودورها في التنموي واردا في ظل تلك التجارب التي قامت بها دول إسلامية عديدة ك الكويت، اندونيسيا، ماليزيا، قطر وغيرهم يعني، والسودان ونيجيريا. طيب انتم كيف تقيمون مؤسسات كهذه في 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 هذا السياق، في سياق محاربة الفقر وتلك المشاكل يعني؟ تسالني اسالك نحن الان على المباشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الواقع كما أشرتم لا يوجد خلاف حول أهمية الزكاة وركنيتها في الإسلام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام. الزكاة كانت إدارة من إدارات الدولة، تقوم الدولة على جبايتها، يقوم السعاة على جبايتها من الناس، وهو شرط وجوب إن كان كما قال خليل، اللي هو خروج الساعي وخرج الساعي وإن بجد من خروج طلوع الثريا بالفجر. ثم بعد انفراط عقد الدولة الإسلامية رجعت هذه الفريضة إلى فرديتها وإلى مسؤولية الإنسان عنها، وأصبح كل إنسان مسؤولا أمام الله تبارك وتعالى عن إخراج هذه الزكاة باعتباره نائبا عن الله عز وجل. عليه أن يخرجها بعيدا عن الأنانية، بعيدا عن المحاباة، بعيدا عن المسائل الشخصية والنفعية الذاتية. بعد أخذ الدولة القطرية لمكانها قامت تجارب أو نظريات للتعاطي مع هذه الزكاة على اعتبار أنها مورد مالي مستدين، مورد مالي تطيب أنفس المسلمين ب إخراجه. وكانت هناك تجارب كما تفضلتم، منها من ذهب إلى حد إلزامية أخذ الزكاة، بمعنى أن الدولة وضعت أطرا قانونية تلزم من تجب عليه الزكاة بإخراجها، ثم تقوم على هذه الأموال جمعا وتثمينا وربما استثمارا لبعض فوائدها. من هذه التجربة أخذت بها السودان، أخذت بها ماليزيا في فترة من الفترات، وأخذت بها إلى حد ما ليبيا. هنالك دول أخرى أنشأت صناديق للزكاة تجمع فيها الزكاة وتقوم على ترشيد أموالها وتفرقتها، ولكن ظل جمع هذه الأموال من المزكين في حدود ما تسمح به نفوسهم، بمعنى أنها لم تصل إلى أن تكون إجبارية. نعم استفادت منها الزكاة في حدود الإعلام والإعلان بها والتنبيه إلى أهميتها وتذكير الناس بها، لأنه في الحقيقة وضعية الزكاة الآن في العالم الإسلامي وضعية غير مريحة. من يشككون أو من يتحرجون من أن تضع الدولة يدها على إخراج الزكاة ومؤسستها لا يدركون أن وضعية الزكاة الآن ووضعية إخراجها وجمعها أنها وضعية غير مريحة. قليل من يخرج هذه الزكاة أولا، ثم قليل من يلتزم
الأمور ذات الطابع الشرعي عند إخراجها، أن يخرجها مثلا بعيدا عن التعاطي مع الأقارب ومع الأهل ومع الحيز الجغرافي للمزكي ومع الأتباع ومع صناعة الأتباع وما إلى ذلك. نعم. طيب، لكن هذه النقطة قبل أن نتجاوزها، يعني هو فيها خلاف، يعني الناس في النهاية يعتمدون على من يفتيهم، على علمائهم. البيئة الحاضنة في النهاية تتحكم في كثير من الأفكار. صحيح. هذه البيئة الحاضنة تختلف، بعضها صحيح. يؤكد للناس أن الأقربون أولى بالمعروف، وبعضها صحيح. يقول لهم محيطك الأقرب ثم الأقرب وإلى آخره. يعني هذا النوع من الفتاوى هل هو أصلا مؤسس أم أنه كان مجرد فكرة، وبالتالي ما دام الزمن تغير يجب أن نواكب هذا بالفعل الزمن. هو خصوصا أن هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها مرة وتركها مرة، يعني هو هذا يعني أن هناك ظروف معينة تحدد ماذا يجب أن يحصل. هو بالفعل هو إخراج الزكاة على الأقارب الذين لا تجب نفقتهم جرى الخلاف فيه، هل هو مكروه أو جائز أو مرغب فيه؟ إذا كان دفعها لهؤلاء الأقارب لاحتياجهم وليس للقرابة فقط، يحرم إذا كان الإنسان يقي به ماله، لا تجعل عرضا بها مصونة أو عرضا فتمنع المعونة. إذا كنت مثلا لدي قريب إذا لم أعطه من الزكاة سأنفق عليه من جيبي، فأنا أعطيه من الزكاة حتى أستبقي مالي، فهذا لا يجوز مطلقا. إذا كان هنالك قريب لي أو جار أو ملاطف أنا أعطيه من الزكاة وأمنع من هو أحوج منه لأنه ليس بقريبي وأنني لست بمسؤول عنه. فالزكاة في الأصل كانت الدولة تقوم على جبايتها ثم تصرفها في مصارفها الثمانية المعروفة التي لا تتعدها، لم يكلها الله تعالى إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. أما الآن وقد أصبح كل إنسان في الوضع الحالي أقول مسؤولا عن زكاته وعن إخراجها، فعليه أن يخرجها وهو نائب عن الله تعالى، يعطيها ويتصور لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من وضع يده عليها لمن سيصرفها. هل سيصرفها إلى قريبي الذي يوجد من هو أفقر من المسلمين منه؟ هل سيصرفها إلى، فهذا هو الجانب الذي ننظر إليه. أما إذا وضعت الدولة عليها يدها بالفعل هنالك مخاوف من ضعف الحوكمة في دول وحكومات عالمنا الثالث، أو أن تمتد الأيدي إلى أموال هذه الزكاة. لكن علينا أن ننتبه إلى أن أموال الزكاة وإن كانت محرمة فإن الأموال العمومية أيضا محرمة كذلك، والغلول منها عقوبته عظيمة عند الله تبارك وتعالى. بل إنني لا أتذكر نصا يجعل أموال الزكاة أكثر حرمة من أموال المسلمين. نعم. الموضوع في النهاية ما ليس لك إن سرقته سواء زكاة أو غيره. نعم. هذا مفهوم، يعني أحرى إذا كان مالا للضعفة ولعموم الناس وللأمة عموما هو ما سيرفع من حالها ومن مقدارها. إذن أحرى أن يكون مالا لله اختصه لنفسه. أيوة. وقرر من أين يجب أن يصرف، أين يجب بالتالي أن لم يدع فيه مجال الحرية. وحتى هي بعد إذنك حتى هي لا يمكن، أموال الزكاة لا يمكن أن تدع في الخزينة العامة للدولة حتى لا تصرف في مصارف أخرى، لأن مصارفها محددة في كتاب الله تعالى، ولذلك تنشأ لها الصناديق والهيئات المختصة بها. إذن مسألتها ليست مسألة بسيطة. نعم، ليست مسألة. طيب، هو طبعا هناك تحديات كثيرة جدا في حال، طبعا واجهت هذه المؤسسات مؤسسة الزكاة في هذه الدول طبعا، ونحن كغيرنا والعالم الإسلامي معروف أن الكثير منه صحيح. طيب، يعني هذه منها سوء التسيير، سوء الاستغلال كما تفضلتم، كذلك عدم دفعها من لدن البعض، هناك من لا يدفع يرفض، وهناك إلى آخره. كيف يمكن التعامل مع تحديات كهذه من أجل أن تفهم الناس أهمية مؤسسة هذه صحيح. المسألة كي تصرف في مصاريفها صحيح. بشكل صحيح؟ هو أولا لا بد من حملة دعائية وإعلامية وتثقيفية واسعة النطاق بخصوص أهمية الزكاة وأهمية مؤسستها وأهمية قيامها وإدراجها في الشأن العام، وإبعادها عن أن تظل مسألة شخصية تتحكم فيها الأهواء، يخرجها التقي ويتحايل عليها غيره، فلا بد منها. لكن أيضا لا بد من تدرج في هذه الناحية، لا بد أيضا أو أولا من اختيار الأكفاء أصحاب النزاهة والكفاءة لإدارة هذه الصناديق أو هذه المؤسسات،
لا بد من إنشاء هيئة رقابية تراقبها وتدقق حساباتها بشكل صحيح، لا بد من إجراء المسوح الدراسات والمسح الكافي لاكتشاف الفقراء الحقيقيين والمساكين الحقيقيين. لا بد أيضا، يعني هؤلاء المصرف وهذه الزكاة الثمانية، نعم، لا يوجد خلاف في تعريفهم؟ لا لا أبدا لا يوجد خلاف في تعريفهم، حتى مع تطور الزمن حتى مع تطور الزمن الفقير هو من يملك قوت عام، المسكين من لا يعرف يملك قوت يومه تقريبا، تبقى نفس، والمساكين قريب منه وما سكنت يده عن التصرف، وقد قال ابن العربي لا تشغل نفسك في الفقير والمسكين أيهما أشد حاجة، فكلاهما محتاج، والعاملين عليها هم الناس الذين يقومون على جبايتها، وفي الرقاب وهي دعم حرية الإنسان، حريته من العبودية والاسترقاق، كان استرقاقا يعني حقيقيا، يعني هي تحارب العبودية أيضا، أو كان استرقاقا ظالما بالأحرى، بالأحرى، والقضاء على مخلفاته. نعم، هذا تصرف. وأزيدك أن ثلاثة من هذه المصارف كلها معنية بحرية، حرية الإنسان المسلم حتى يكون حرا لله تبارك وتعالى، عبدا لله تبارك وتعالى، بعيدا عن عبوديته للأهواء وللآخرين. من هذه اللي هي وفي الرقاب، والغارمين اللي هما أصحاب الديون الذين أغرقتهم الديون وأصبحت رقا آخر يسترقهم الناس به، ففك رقاب هؤلاء أيضا من الأولويات، وما أكثرهم في يعني نعم الغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله هذه تتطور. كانت لي الجيوش التي تحمي حوزة الديار المسلمة والتي تسعى إلى رفعة دين الله تبارك وتعالى وإلى رفع الظلم والمظالم عن غير المسلمين، حتى بالإمكان اليوم أن نتحدث عن الجيوش، نتحدث عن غيرها، نتحدث عن في سبيل الله عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بمفهوم أشمل. يعني نعم نعم، في سبيل الله كلمة واسعة. طيب. نعم، والغارم منه في سبيل الله وابن السبيل، وهو من تقطعت به السبل ولو كان غنيا في بلده. نعم، رضا من الله والله أعلم. طيب الموريتانيا الآن، يعني نحن فعلا نتحدث كثيرا عن تجارب هذه الدول ومدى نجاحها وإلى آخره، رغم أن التجارب ناجحة إلى حد ما، لكن الوقت طبعا لا يسمح بأن نغوص في كل شيء بالشكل المطلوب، وأنتم سيد من يعرف في هذا السياق. لذلك سنحاول أن نلج مباشرة إلى موريتانيا، يعني كما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية تعتزم خوض هذه التجربة، مؤسسة أموال الزكاة، إلى حد يمكن أن تنجح فيها في ظل تحديات يعني عديدة. مشروع يعني كهذا يحتاج أولا إلى تهيئة بيئة حاضنة تتقبل وتتفهم، ونحن نعرف أن هذه ليست مسألة بسيطة. البيئة الحاضنة يعني أساسية في كل مشروع، صحيح، في كل شيء. في بلد كموريتانيا وأنتم تعرفون والحمد لله تجاربكم كثيرة وتتعاملون يوميا مع العقل الموريتاني، يعني إلى أي حد يمكن أن تنجح مؤسسة كهذه، المؤسسة لجمع أموال الزكاة ثم بعد ذلك توزيعها، قبل أن ندخل في الكيف؟ أشاطرك الرأي أن هنالك تحديات بارزة وستبقى هنالك هذه التحديات، ولكن هنالك أيضا فرص واعدة. واعدة. طيب سنتوقف عند الفرص الواعدة، أخذ فاصل ثم نعود لنستكمل إن شاء الله. لنا الدكتور محمد والمحمد غلام مختص في الاقتصاد الإسلامي ضيفنا. فاصل ثم نواصل.
مجددا عدنا والعود احمد ان شاء الله، والحديث لا زال في سياق الزكاه ومؤسسه الزكاه، ومعنا الدكتور محمد بن والمحمد غلام، وهو مختص في الاقتصاد الاسلامي وطبعا له اهتمامات اخرى. طيب نعود الى ما بحثنا عن التهيئه للحاضر، نتحدث عن بيئه موريتانيا يعني. نعم، البيئه الموريتانيه وان كانت بيئه بدويه سوف يصعب عليها ان تجتاز هذه البداوه بسرعه، الا انها بيئه ايضا العقل الفقهي والعقل وعقل الانسان الموريتاني عقله فقهي. ترى الموريتانيين لا تكاد توجد امه أحسن منهم استيعابا للفقه، حتى الإنسان منهم اللي غير متعلم. وبالتالي أعتقد أن فرصة وجود أمة مسلمة ولله الحمد 100%، فرصة وجود أمة أيضا تتابع الإعلام ومهتمة بالإعلام وبما يطرأ، فرصة أمة مثل موريتانيا أيضا لها هذا التعلق بدينها الإسلامي وب استيعابها لمثل هذه الفرائض، هذه تشكل فرصة كبيرة جدا. هنالك أيضا الإرادة السياسية التي يبدو أن القطاع القائم قطاع التوجيه الإسلامي أصبح يتوجه إلى هذا التوجه بخطى ثابتة، أجل يجب أن تكون هذه الخطى خطى مدروسة وأن تكون أيضا متدرجة، بمعنى أن تكون ثمة لقاءات مع مختلف الاتجاهات الفقهية الموجودة، لأن هنالك إشكالا لا يزال مطروحا كما أشرتم في تقديمكم الآن، هو أن استحقاق هؤلاء المصارف، استحقاق مثلا الفقراء، لنأخذ الفقراء كمثال، استحقاق الفقراء لنصيبهم من الزكاة المخرجة، هل هو استحقاق لأشخاصهم يجب أن يأخذ منها زيد وعمر، أو أنه استحقاق لهم بأوصافهم، بمعنى أن لنا أن نأخذ من أن نقتطع جزءا من أموال الزكاة لنعد به أو لنقيم به مشاريع مدرة للدخل، على أن يستفيد، على أن تكون ملكا للفقراء لا بأسمائهم ولكن بأوصافهم. نعم، هذا لا يزال إشكالا مطروحا الآن، وعامة المجامع الفقهية قد ذهبت في إلى الجمع بين الاتجاهين، أن نعطي للفقراء بأسماء، نعطي من الزكاة للفقراء بأسمائهم، ثم أن نأخذ أيضا جزءا من هذه الأموال لنقيم به مشاريع مدرة هي للفقراء ولكن بأوصافهم وليس بأسمائهم. أعتقد يعني أن عامل التوزيع، الجزء سيوزع توزيع مباشرة والجزء سيشغل، والجزء الثاني نعم يعاد استثماره وتدميره والاستفادة منه، الاستفادة العصرية، وكأنك تشغل الأموال لأصحاب الوصف، لأصحابها بالوصف. نعم بالوصف. أحسن. هنالك أيضا اتجاه آخر هو اتجاه الإغناء، يقوم عليه أو يبشر به بعض الفقهاء من أمثال الدكتور يوسف القرضاوي، هو اتجاه الإغناء، أن نأخذ بعض هؤلاء الفقراء وأن نمكنهم على حد تعبئة التمكين في مصطلحات الأمم المتحدة، بأن نعطيهم مشاريع مدرة للدخل حتى ولو صرفنا عليهم أموالا كثيرة، حتى نغنيهم ليصبحوا أغنياء في السنة القادمة سيدفعوا لأموال الزكاة، على أن نعطيها لآخرين ويكون في ذلك بأمر شفاف وبإفصاح كامل وتحت شروط ومؤهلات معينة. نعم. يعني هذا يدخلنا في الكيف الذي كنت ستحدث عنه. نعم، هو كذلك. فأعتقد أن موريتانيا لديها هذه الفرص، لديها من التحديات أن عليها أن تبذل جهدا مضاعفا لحوكمة هذه المؤسسة، وأن تكون مؤسسة شفافة غاية في الإفصاح، أن تكون مؤسسة يقوم عليها كل نظيف اليد خبير في الشأن الاقتصادي والاستثماري، حتى تحوز على ثقة المزكي، وحتى يعلم المزكي أنها جديرة بالاحترام. وهذا تحدي آخر كنت سألك عنه، يعني هو عامل كعامل الثقة مهم جدا، يعني في سياق إنشاء مؤسسة كهذه لا يمكن إهمال
ان عامل الثقه هو عامل تحدي كبير، قد صحيح يكون اكبر العوامل صحيح تحديا، خصوصا صحيح انه اذا لم نريد ان نجانب الواقع صحيح هناك فعلا شرخ يتعلق بالثقه بين الدوله صحيح السلطه والشعب. صحيح يعني صحيح صحيح هناك ازمه المال العام والحديث صحيح عنها صحيح وانتشار صحيح حديثها، حتى صحيح كما قلت البدوي صحيح الذي لا يفقه صحيح شيئا يدرك ان المال صحيح احرى ان صحيح تخرج اموال الزكاه، صحيح في هذا سيشكك الاتجاه فيها المخرج الاموال نفسهم، صحيح وبعد ذلك الذين كانت تصرف لهم ايضا سينتابهم قلق. هذه نعم المساله كيف يمكن التعامل بالفعل معها؟ هي هذه إحدى الإشكاليات التي يجب علينا أن نتعاطى معها، يجب على القائمين على الشأن العام أن يتعاطوا مع هذا الإشكال، إشكال الثقة القائمة بين المواطن وبين مؤسسات دولته، حتى يدفع الضرائب بصدق وحتى يدفع الزكاة بالأحرى بالصدق ما دامت فريضة من الله الله تعالى. علينا كذلك نحن الدولة ممن تتألف، تتألف مني ومنك ومن أخي ومن أخيك، علينا أيضا أن نرقى إلى مستوى المسؤولية وأن ندرك حرمة المال العام وخطورته علينا في الدنيا وفي الآخرة. علينا أن نقوم أيضا بالتحسيس بأهمية هذه، وعلينا أن نختار الإنسان المناسب، حتى لا أقول الرجل المناسب. أعتقد أن إخوتنا في السنغال عندهم رئيسة امرأة، هي رئيسة هيئة تثمير الأوقاف، الأوقاف تثمير الأوقاف كانت امرأة، حتى نأخذ الإنسان المناسبة في المكان المناسب. وأعتقد أن الأمر سيكون من السهولة بمكان إذا رأى الناس خطوات عملية جادة في هذا الاتجاه. ما دمت ذكرت الضرائب، التجربة السودانية تقضي أيضا بأن المؤسسات التي وعاؤها الزكوي يكون كبيرا وعاليا تعطيها هيئة الزكاة وصلا يخفف عنها بحسبه من الضرائب أيضا، حتى لا يكون هنالك ازدواجية ضريبية طاردة من المنافسة. يعني يمكن أن تخفف الضرائب لحساب الزكاة، لحساب الزكاة، ليكون بينهما تكامل في هذا الإطار، لأنك كما تعلم تحديد الوعاء الزكوي للمؤسسات لا يقوم على حساب الربح والخسارة، ولا يقوم على حتى رأس المال. قد تكون هذه المؤسسة رأس مالها مليارين وهي تربح، وهذه مؤسسة رأس مالها مليار واحد وهي السنة خاسرة، ويكون الوعاء الزكوي لهذه أكبر من هذه، لأنه يحدده النشاط. مثلا هذه المؤسسة اللي رأس مالها كبير وعاءها الزكوي صغير، لأنها مثلا تعمل في مجال العقارات وتأجيرها، فنهاية السنة تنظر إلى ممتلكاتها، فإذا معظم ممتلكاتها دور وعقارات مؤجرة لا تجب الزكاة في أصولها، فيكون الوعاء الزكوي فيها ضئيلا. متعلق بمدخول الإيجار. أيوة متعلق ب... نعم يتعلق بمدخول الإيجار فقط وليس بهذه الأصول. الأخرى تعمل في مجال مثلا المجال النقدي أو المجال التجاري، حتى عروض التجارة يعني البضاعة وعروض موجودة العروض المتداولة، فتكون تقريبا كل ممتلكاتها في الوعاء الزكوي، فتكون أرفع من هذه. فمن العدالة أن نراعي هذا عندما نأخذ الزكاة، خاصة إذا كانت عنوة وحتى ولو كانت اختيارا، أن نراعي ذلك في التعاطي أيضا مع ضرائبها. مع ضرائبها. نعم. يعني هو في النهاية هي الضرائب أيضا، هذا قد يضع إشكال آخر، الضرائب أيضا تذهب إلى شيء مهم. يعني الضرائب الدولة تبررها بأن في رواتب عمال في كذا وكذا، والزكاة مصرفها محدودين ولا صحيح. يمكن التصرف فيها، صحيح. ليس للدولة الحق صحيح. التصرف صحيح. لا تذهب إلى أصحابها. إذا لو طبقت هذه المقاربة أيضا سيكون هذا الانعكاس، ربما يقول يعني البعض، نحن نحاول أن نناقش الموضوع حتى صحيح. نفهم كل صحيح. الأبعاد، وشوف. أن هذا قد يؤثر أيضا على جهة أخرى، يعني قد تزيد الفقراء من جهة أخرى. هو بالفعل الضريبة البطالة موجودة، الضرائب هي أكبر بنود الموارد في 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 ميزانيات الدول، في ميزانيات الدول، خاصة ميزانية دولتنا، أعتقد أنها تجاوز 60%. 60%. نعم. ولكن أيضا هذه الزكوة لا تقارن أبدا بالمبالغ وبكميتها في الضرائب، وبالتالي تأثيرها عليها سيكون تأثيرا محدودا. أجل عائدات الضرائب تذهب إلى الخزينة العامة وتصرف في أعمال الدولة، نعم، مصاريف الدولة المختلفة التي لا قيام للدولة بدونها، لا تستطيع الدولة أن تقوم بمسؤولياتها الأمنية والدفاعية والصحية والاجتماعية والاقتصادية إلا بها، وهذه مصاريفها محددة. لكن هذه المصاريف أيضا اللي نتذكر أنها تخفف العبء
عن ميزانية الدولة من جانب آخر. فإذا خففت من الفقر، إذا ساهمت في تقليص المديونية في المجتمع، إذا ساهمت في التشغيل والعاملين عليها، إذا ساهمت في الحرية ونشر العدل بين الناس والمساواة، إذا ساهمت في مصرف ابن السبيل في المنقطع، هذه كلها أعباء. هذه كلها إذن من هنا ينقطع، من هنا نصل هنا. يعني نعم، هي أعباء كانت. الهدف متحقق في النهاية. نعم، في النهاية متحقق. في الأحوال الكاملة، سبحان الله العظيم. يعني هناك اتحادين، هناك الاتحاد العالمي للزكاة مقره في السودان الخرطوم، فيه 31 دولة، يعني من ضمنها السعودية والمغرب ونيجيريا وإندونيسيا وماليزيا وحتى بريطانيا. نعم، من ضمنها. نعم. طيب، هناك أيضا منتدى دولي للزكاة مقره في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وهذا طبعا المنتدى يسعى إلى زيادة الوعي بأهمية تطوير مؤسسات الزكاة. موريتانيا، يعني برأيك قبل أن تدخل في هذه التجربة التي أعلنت عنها، ماذا يتطلب منها الأمر قبل أن تدخل فيها؟ يجب أن تأخذ تلك التجارب بعين الاعتبار، يجب أيضا أن تتصل بهذه المؤسستين على الأقل، لا شك أن لديهما يعني ما يمكن أن تستفيد منه. هو بالفعل، هو موريتانيا سيكون العائق الذي كان لديها عن أن تدخل مثل هذه المجامع الدولية المتعلقة بالزكاة هو عدم وجود تقنين للزكاة. نحن السنة قبل الماضية ادخلنا في قانون، كجزء من قانون حقوق، ادخلنا قانون الوقف كله، لم يكن موجودا في قوانيننا ما يشير الى هذه الاوقاف. قانون الحقوق العينيه، قانون الحقوق العينيه لما صدر راعى الوقف واخذ منه، واخذ يعني غطاه الى جانب ما، غطى الاوقاف في القانون. في الزكاه لا يوجد حديث عنها في القوانين الموريتانية، ولذلك ما دامت موريتانيا تفتقد الى مثل هذه المؤسسة فانها لن تلج الى مثل هذه المؤسسات الدولية. نعم، موريتانيا عليها ان تاخذ من هذه التجارب. لا توجد تجربة يمكن ان تستنبت في بلد اخر وفي بيئة اخرى بكامل حيثياتها، لكن لك ان تاخذ منها ما يوافق بيئتك الفقهية، بيئتك الاجتماعية، بيئتك الاقتصادية، وأن تستفيد منها وأن تبدأ من حيث انتهى الآخرون. نعم، بإمكانها أن تستفيد من تجربة بيت التمويل الكويتي، وهي تجربة رائدة. هيئة الزكاة في السودان، بيت التمويل، حتى بيت الزكاة الأردني، صندوق الزكاة الجزائري، هذه تجارب كبيرة جدا ومهمة، إن في جانب جمع الزكاة أو في جانب التوعية بأهميتها أو في جانب حتى استثمارها وتثميرها. فالتعرف على هذه التجارب وإنضاج الفكرة التي نريد أن نتقدم إليها خطوة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب حتى تأخذ ثقة المواطن وثقة المزكي والمزكى عليه كذلك. إذن تبقى البيئة الحاضنة مهم جدا الحديث عنها وتهيئة الموضوع. صح. يعني في نصف دقيقة، برأيك في موريتانيا وأنت تعمل في مجال الاقتصاد في موريتانيا، ما أهم خطوة في سياق التهيئة يمكن؟ أعتقد أن هنالك خطوتين لابد من الاستعجال، ثم الاستعجال بشأن ما. أولا، حملة توعية شاملة، حملة توعية إعلامية، حملة توعية على منابر المساجد للتذكير بالزكاة والتذكير بمسؤولية الدولة عنها. الخطوة الثانية هي إعداد فريق عمل يقوم على هذا الموضوع، تثق فيه، يكون محل ثقة من الجميع، غير متحيز، غير متهم في عمل. إذن يعني هذا الموضوع لا تكفيه حلقة ولا اثنتان ولا ثلاثة حتى، يعني لكن أثرناها الحمد لله. طيب، الدكتور محمد المحمد غلام، دكتور في الاقتصاد الإسلامي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا. شكر الله، شكرا لتلك المعلومات الوافية، يعطيك العافية. لنا مشاهدينا الكرام، بهذا نختم هذه الحلقة من برنامج المشهد، إلى أن نلتقي مجددا. السلام عليكم.